السلام عليكم، كيفك صديق؟ طبعا صديقي التعليق هو علمنا حركة نيمار. هاي نزلت فيديو فأنت شفتها وعجبتك الحركة، راح أعلمك إياها. هذا طلبك راح نفذه، بس أنا اللي عندك طلب يا ريت تنفذه كلياتكم. طلبي هو إنك تشترك بقناة اليوتيوب، هذا هو الاسم، جنب المتابعة في اليوتيوب اشترك فيها، فوت عليها واشتراك وتفعيل الجرس وفوت على الفيديوهات شوي، حط لايكات هيك تفرج على الفيديوهات يمكن يعجبوك. لا تنسى أهم شيء اللايك والتعليق وحركة الاكسبلور، لا تنسى إن شاء الله. خلينا حتى نوصل هذا الفيديو 1000 لايك. بينا على الشرح، يلا أول شيء تشاهدوا كيف المهارة وبعدين الشرح. يلا بينا اصدقاء على الشرح. الخطوه الاولى ثبت الكره. اول شيء بتحط رجلك ورا الكره مباشره. ثاني شيء هاي القدم لازم تنشل في شلف هيك، ها شلفت القدم، هاي ثاني خطوه شلفت القدم. الخطوه الثالثه لازم ترفع القدم، هاي هي الكره. اول شيء كيف التعليمات حتى تسوي المهاره؟ ها ثبت الكره، ضل سوي هيك شغلت 20 مره. بعدين وانت حاطط قدمك ورا الكرة تشلف قدمك هاي وبترفع هاي، فهمت كيف؟ مثل ما شرحنا، ترفع قدمك اليمين وقدمك اليسار بتروح للأمام وبترجع الكرة لورا. وهيك تكون صارت المهارة. إذا بتحب بعد ما تعملها تسددها تسديدة على الجول بتصير معك. بتمنى لو توصل هذا الفيديو 1000 لايك و20 حركة الاكسبلور و50 حركة الاكسبلور، وشكرا لكم. وصلنا 1000 متابع على اليوتيوب تقريبا، ضل 9 متابعين وخلاص وصلنا، يمكن نرجع على البيت لاقينا موصلين. شكرا من القلب، وان شاء الله بس تحسنت الاوضاع وجبت كاميرا ان شاء الله وطابات وبوت مثل الناس، راح تشوفوا فيديوهات روعه يمكن الاجانب ما عملوها ان شاء الله. عم جهز تجهيزات طويله حتى بس نفتل الفتله الاولى ان شاء الله. سلام.